بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم: الزمن المنقضي للصف الرابع الابتدائي. سنتعلم بإذن الله حل مسائل حول الزمن المنقضي. وما هو الزمن المنقضي؟ هذا ما سنعرفه في درسنا لهذا اليوم. في هذا المثال بدأ فهد حل الواجب الساعة الرابعة مساء، وانتهى عند الساعة الرابعة والنصف مساء. السؤال: كم استغرق فهد لحل الواجب؟ هيا لنشاهد. هذا الوقت يسمى وقت البدء، وهو الساعة الرابعة مساء بحسب المعطيات في السؤال. أما وقت الانتهاء فقد انتهى فهد عند الساعة الرابعة والنصف، وهو كما تشاهدون في هذه الصورة الساعة الرابعة والنصف. السؤال: كم استغرق فهدا لحل الواجب؟ نبدأ الآن بوقت البدء ونعد. نعد الدقائق: دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، وهكذا. لاحظ معي أننا نبدأ بعد الساعات، ولكن الساعة لم تتغير، وبالتالي نعد فقط الدقائق. هل السهل أن أعد بالدقائق أم أعد بالخمسات؟ بمعنى أنني الآن لو عديت 1 2 3 4 5 وأكمل 6 7، أم أعد بالخمسات هكذا؟ نقول الزمن المنقضي 5 10 15 20 25 30. وصلنا الآن إلى وقت الانتهاء. هذه الطريقة أسهل، وذلك أنا أستخدم الحساب في العد بسرعة. أعد بالخمسات أسهل من أن أعد بالوحدات. إذن قضى فهد هذا الوقت، وهو كما قلنا 30 دقيقة. الجواب: استغرق فهد 30 دقيقة لحل الواجب. وكما قلنا، إذا كان السؤال لفظي فإن الجواب لابد أن يكون لفظيا. تعرفنا اليوم على الزمن المنقضي، وهو مقدار الزمن ما بين بداية النشاط ونهايته. إذ أنه لابد أن يكون لديه في السؤال وقت للبدء ووقت للانتهاء. نأخذ مثال واحد: فيما يلي وقت بدء وانتهاء مهرجان الرياضيات، احسب الزمن المنقضي. نبدأ أولا بقراءة الساعة. بدأ المهرجان الساعة 8:00 تماما، 8:00 عقرب الساعات، تماما عقرب الدقائق. لاحظ أنه على العدد 12، والعدد 12 يعني أن الدقائق 0، فلم تبدأ الساعة، أي أنها على وشك البدء خلال لحظات. ثم استمر المهرجان حتى وقت الانتهاء، وهو الساعة 3:00. لاحظ معي أن من هنا عقرب الساعات إلى ما قبل 4:00 تعتبر هذه المساحة جميعها الساعة 3:00، فأقول أنه انتهى عند الساعة 3:30. لماذا النصف؟ لأنه قضى نصف الساعة حسب عقرب الدقائق، وهي 30 دقيقة. إذن نستطيع أن نقول أن وقت الانتهاء هو الساعة 3:30. وهناك دلالة أخرى لعقرب الساعات، فهو يدل على النصف. لاحظ معي أنه هنا بين 3 و4 في المنتصف، وهذا يدل على أنها بالفعل الساعة 3:30. ولكن الجواب الأدق بأن ألاحظ عقرب الدقائق للدقائق وعقرب الساعات للساعات. هيا لنبدأ بحساب الزمن. بدأ المهرجان الساعة 8:00، سوف نعد حتى وقت الانتهاء، وهو الساعة 3:30. نبدأ أولا بحساب الساعات. لاحظ معي هنا الساعة 8:00، هيا لنعد الساعات: 9 1 2 3 4 5 6 7. إذن يوجد لدي 7 ساعات كاملة منقضية. لاحظ معي أننا وصلنا إلى الساعة 3:00 تماما. الآن نعد الدقائق، وكما قلنا قبل قليل أننا نعد بالخمسات. إذن الخطوة الثانية نحسب الدقائق. هيا نعد بالخمسات: 5 10 15 20 25 30. وهذا هو وقت الانتهاء. لاحظ معي أنه انتهى أيضا 30 دقيقة.
بالإضافة إلى الساعات السابقة. لا ننسى أننا قد حسبنا الساعات. إذن لدي 7 ساعات منقضية، 1 2 3 4 5 6 7، إلى هنا 7 ساعات تماما. ولاحظ معي أنه مضاف إليها عدد من الدقائق، وبالتالي هذا جزء من الساعة لم يكتمل، وهو 30 دقيقة أو نصف الساعة، نصف الساعة أو 30 دقيقة. الخطوة الثالثة، نحسب الساعات والدقائق وذلك بالجمع، فنجمع 7 زائد 30، طبعا 7 ساعات زائد 30 دقيقة، ونقول أن الزمن المنقضي هو 7 ساعات و30 دقيقة، أو نقول 7 ساعات ونصف الساعة، لأننا نعرف مسبقا أن 30 دقيقة تعني نصف الساعة. هيا لنأخذ مجموعة من التمارين. تمرين 1، احسب الزمن المنقضي للنشاطات التالية. في هذا التمرين بدأ النشاط الساعة 11 تماما. لاحظ معي أن عقرب الساعات القصير على العدد 11، وعقرب الدقائق الطويل على العدد 12، ومعناه أنه لم تبدأ الدقائق بعد، بمعنى أن الساعة 11 تماما، وانتهى الزمن عند 11. لاحظ معي أن هذا يدل على 11 لأنه لم يصل إلى 12، فهو لا يزال في المنطقة الخاصة بالساعة 11. 11 و ماذا نقول إذا كان عقرب الدقائق عند العدد 10؟ نقول 15 15 20 25 30 35 40 45 50. إذن العد بالخمسات يسهل علي عد الدقائق، فنقول أن النشاط انتهى عند الساعة 11 و50 دقيقة. هيا لنحسب تحرك الساعة. الساعة تحركت فقط لمدة أقل من الساعة، ولذلك لا نعد الساعات، ننتقل مباشرة إلى عد الدقائق. الدقائق هنا عبارة عن 50 دقيقة كما عدينا قبل قليل. إذن الزمن المنقضي هو 50 دقيقة، وهو كما نشاهد هنا عقرب الساعات يدل أيضا على تحرك الدقائق ولكن بشكل غير دقيق، ولكنه مؤشر. لاحظ معي أن تحرك عقرب الساعات لم يكمل الساعة الكاملة. تمرين 2، هيا لنحسب الزمن المنقضي لهذا النشاط. بدأ النشاط، الآن سوف أعد الساعة بشكل أسرع. بدأ النشاط الساعة 3، لاحظ معي أنه لم يصل إلى 4، وهذه المساحة خاصة بالساعة 3 و45 دقيقة. كيف عديت ذلك؟ هيا نعد بالخمسات، 5 10 15 20 25 30 35 40 45. إذن سوف أحفظها وأعرفها جيدا، أنه إذا كان مؤشر الدقائق عند العدد 9 فهي 45 دقيقة، ومع التكرار ومع كثرة التمرين والتدريب سوف أحفظ الساعة بمجرد النظر إليها بشكل سريع. إذا بدأ النشاط عند الساعة 3 و45 دقيقة، وانتهى عند الساعة 7، هذه مساحة 7 إلى ما قبل 8، 7 تماما. هيا لنحسب الساعات في البداية. لاحظ معي أن المؤشر تحرك بدءا من هنا حتى وصل إلى العدد 7. كم ساعة كاملة قضاها المؤشر؟ 1 2 3 ساعات وجزء من الساعة. هذا الجزء نعرفه من خلال تحرك عقرب الدقائق. عقرب الدقائق كان هنا في بداية النشاط كما تشاهدون عند العدد 9، ووصل إلى العدد 12. نعد بالخمسات، 5 10 15. إذن لدي 3 ساعات و15 دقيقة، 3 ساعات كاملة و15 دقيقة. أحسنتم وبارك الله فيكم. نكمل التمارين. تمرين 3، احسب الزمن المنقضي للنشاطات التالية. في هذا النشاط بدأ عند الساعة، لاحظ معي أن هذه المساحة الخاصة بالثانية عشرة، فبدأ الساعة 12 والنصف، العدد 6 يدل على النصف، وإذا عدينا بالخمسات سنصل هنا إلى 30 دقيقة، وهي نصف الساعة. إذا بدأ النشاط عند الساعة 12 و30 دقيقة، وانتهى عند الساعة 2:15 دقيقة.
كيف عرفنا ذلك؟ 5 10 15. فنستطيع أن نقول الثانية وخمسة عشر دقيقة، ونستطيع أن نقول الثانية والربع. هيا لنحسب تحرك مؤشر الساعات. تحرك مؤشر الساعات من هنا حتى وصل إلى هنا. لاحظ معي أنه مر بساعة كاملة، هنا جزء وهنا جزء، إذن نقول ساعة و. الجزء المتبقي يمثله عقرب الدقائق، فعقرب الدقائق كان عند العدد 6 وتحرك حتى وصل إلى العدد 3، وأنا أعرفها بديهية لأنني قد تمرنت وتدربت على قراءة الساعة، فأقول 45 دقيقة. هيا نعدها بشكل مفصل: 5 10 15 20 25 30 35 40 45. إذن الوقت المنقضي هو ساعة وخمسة وأربعون دقيقة. ساعة وخمسة وأربعون دقيقة. تمرين 4، احسب الزمن المنقضي للنشاطات التالية. لاحظ معي أن هذه ساعة رقمية، فالنشاط بدأ الساعة 12:45 وانتهى الساعة 4:15. هيا لنحسب الساعات. عد معي من 12 حتى نصل إلى 4. 12 ما هو العدد الذي يليها في الساعة؟ يليها العدد 1. نبدأ 1 2 3 4، إذا لدي 4 ساعات. إذا بدأ الزمن عند الساعة 12:45. نقول 12:45، نعد حتى نصل إلى 4:15. 12:45 ماذا يليها؟ يليها 1:45، 2:45، 3:45. لاحظ معي أن هنا 3:15، إذن أحذف الساعة 4، فنقول 3 ساعات و، لأن 4:45 لم نصل إليها بعد، وإنما قبل 4:45، وهي 4:15. إذن نقول 3 ساعات و. نعد من 45 إلى 15 بالخمسات: 45 50 55 60، وهي تماما. إذا عديت 3 خمسات: 15 15، بالإضافة إلى 15 هنا، فيصبح لدي الزمن المنقضي هو 3 ساعات و30 دقيقة. فمن 12:45 إلى 4:15 3 ساعات و30 دقيقة. تمرين 5، وقت البدء 8:10، وقت الانتهاء 8:12. كم الزمن المنقضي؟ سهل جدا، لاحظ معي أن الساعات ثابتة، أما الدقائق فقد زاد لدي هنا فقط دقيقتين، إذن الزمن المنقضي هو دقيقتين. أحسنتم وبارك الله فيكم. والآن لنذهب إلى التقويم. دخل محمد المكتبة الساعة 4 وبقي فيها حتى الساعة 7:30. كم المدة التي قضاها محمد في المكتبة؟ لا يوجد لدي ساعات ولكنني قرأتها هنا. لاحظ أن وقت البدء هو الساعة 4 تماما، ووقت الانتهاء هو الساعة 7:30. نعد من 4 تماما، 5 تماما، 6 تماما، 7 تماما. إذا بعد 4 عدينا 3 ساعات: 4 نتركها على جنب، 5 6 7 تماما. إذا يوجد لدي الآن 3 ساعات، وهنا 30 دقيقة، فنضيف إلى 3 ساعات 30 دقيقة. من 7 تماما إلى 7:30 أضفنا هذه المدة، فيصبح لدي الزمن المنقضي 3 ساعات و30 دقيقة. إذا قضى محمد في المكتبة 3 ساعات و30 دقيقة. جميل جدا، تعلمنا في هذا اليوم حل مسائل حول الزمن المنقضي، وقلنا أنه لحساب الزمن المنقضي نتبع الخطوات التالية: أولا أحسب الفرق في الساعات، ثانيا أحسب الفرق في الدقائق، وأخيرا أقوم بإضافة فرق الدقائق إلى فرق الساعات لكي أحصل على الزمن المنقضي. نشكر لكم استماعكم، ونتمنى لكم التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.